اعتقد مكشوفان كليهما للاخر، يعني من نوادر يمكن كره القدم ان يلعب اي منتخب او اي فريق في غضون 3 اشهر 4 مباريات. يوم غد هي المباراه الرابعه بين العراق والبحرين، بس تراكم ال3 مباريات ما فزتوا عليهم. اي نعم، اول مباراه كانت نهائي غرب اسيا في كربلاء، خسرنا 1-0. مباراتين في المنامه وفي الدوحه، عفوا في عمان، تعادلنا ايضا مع المنتخب البحرين، يوم غد مباراه رابعه. لكن هذا عدم فوز العراق في 3 مباريات ما يعطي يعني الافضليه للمنتخب البحريني. يعني كله شاهدنا 3 مباريات المنتخب البحريني راجع دفاع، وسجل حتى من خطا يمكن في بطوله غرب اسيا. فهذا ما يمنع احنا نقول المنتخب البحريني منتخب جيد، منتخب متطور، لكن ايضا لا يمكن ان نقارنه بالمنتخب العراقي. مع كل احترام والتقدير للمنتخب البحريني، اعتقد يوم غد هي مباراه العراق، لان يعني المنتخب العراقي دائما شفنا في مباراه اليمن كانت مباراه نوعا ما سهله، اطمئنان ارتياح لدى كل اللاعبين والجهاز الفني. الفريق ظهر يمكن بمستوى عادي جدا. عندما يكون المنتخب العراقي تحت الضغط سيظهر معدن اللاعب العراقي الحقيقي. يوم غد التشكيله اعتقد جاهزه، ولو غياب علاء عباس حتى في المباراه السابقه علاء لم يكن اساسي في مباراه قطر، ربما يعني يشرك كبديل دائما. لكن عندنا مهند ايضا يعاني من اصابه طفيفه، على عبد الزهر موجود، بقيه اللاعبين الخير والبركه بيهم. يوم غد انا اتوقع بان من الدوحه العيون راح ترنو الى بغداد وبكل المحافظات. كل لاعب عراقي اليوم عنده مسؤوليه بداخله تجاه منتخبه وتجاه بلده وتجاه الاعلام، تجاه هذا الجمهور اللي دا يحضر من اوروبا ومن كندا ومن امريكا ومن كل بقاع العالم لمساندة المنتخب العراقي. بطولة الخليج اعتقد 40 عام العراق غايب عنها. يوم غد كل الانظار راح تكون شاخصة نحو مباراة البحرين، وهي مباراة الفرصة الوحيدة فقط. الفوز يخلينا نعبر الى النهائي، والخسارة لا سامح الله اعتقد راح تتبدد بها كل الامال.